حياتي لحضراتكم، وموضوع مهم يا جماعة. لو لقينا السكر مش منتظم خالص وبناخد الحبوب ونحلل السكر نلاقيه 300 400 وانت صايم والدنيا ملخبطة معاك ومش قادر انك انت تستجيب خالص للعلاج، وبتاخد العلاج مظبوط والحبوب مظبوطة وماشي نظام غذائي، ارجوكم تعملوا تحليل السيروتايب. السي بيبتايد والانسولين ليفل والسكر الصايم والتراكمي والحاجات دي كلها لازم تتعمل. السي بيبتايد عشان نعرف اذا كان انت البنكرياس بيفرز انسولين ولا لا، لان غالبا انت بتبقى في النوع الثاني وصلت لمرحله انت في نوع بيحصل اللي هو اسمه لادا، ده نوع من انواع السكر، هو نوع اول بيحصل في الناس السن الكبير. وانا شفت بصراحه حالات متكرره، ولسه في اخ من بلد عربيه بعت لي تحاليله وبياخد حبوب وكده، فقلت له اعمل لي التحليل السي بيبتايد، وعمل لي التحليل لقينا السي بيبتايد يعتبر مفيش خالص، يعني تقريبا عنده يعتبر مفيش يعني نوع اول، وعمال الراجل ياخد علاج طبعا غلط. فالعلاج الصح بتاعه في النوع الاول هو الانسولين، عشان كده الحبوب المريض بياخدها ما بتجيبش نتيجه خالص. فعشان كده ارجوكم يعني لو انتوا لقيتوا الدنيا ملخبطه معاكم شويه في التحاليل والحاجات دي كلها، الخوف ان يكون النوع الثاني ده انت سنك 50 سنه. انا شفتها في مريضه عمرها 53 54 سنه وسكر نوع اول، وعملت الاجسام المضاده للانسولين لقت فيه اجسام مضاده عاليه جدا، ولقينا عندها سكر نوع اول، وده بيحصل في بعض الحالات. عشان كده الناس اللي عندها السكر عالي جدا وما بينزلش والتراكمي عالي وما بينزلش، نعمل السي بيبتايد، لان لو لقينا السي بيبتايد قليل يبقى ده سكر نوع اول وهنديله انسولين، وهيبقى العلاج ده علاج مريض سكر نوع اول. والحاله دي طبعا انا شفتها كتير جدا، فقلت انبه لكم، قلت اقول لكم على المشكله دي، لان فعلا لقيت في ناس كتيره جدا مش منتبهه لها. التحليل ده مهم جدا، السي بيبتايد يا جماعه بيتعمل صايم وبيتعمل بعد الاكل، الافضل بعد الاكل، لان صايم دايما ما بيبقاش دقيق، او بعد الاكل بساعتين بنعمل تحليل السي بيبتايد. طبعا التحليل ده تحليل دم بيتاخد زي ما قلنا، ممكن وانت واكل وممكن تعمله، لو الافضل يعني لو تعمله صايم وبعد الاكل بساعتين هيبقى افضل. بيفرق جدا في العلاج، ببقى عارف انا ماشي صح ولا ماشي غلط. المريض اللي معتمد على انسولين ما ينفعش خالص ياخد الحبوب. فارجوكم اللي يلاقي الدنيا ملخبطه معاه يعمل تحليل السي بيبتايد، وزي ما اتفقنا السي بيبتايد ده عباره عن حاجه بتطلع مع الانسولين في الجسم، لو الانسولين بيفرز مثلا 10 وحدات السي بيبتايد بيطلع 10 وحدات، فاحنا ما بنعرفش نقيس الانسولين لان في ليه بارامترز كتيره ومتغيرات كتيره، لكن السي بيبتايد ده ثابت. وده لو في نقص، لو الانسولين ما بيطلعش ده ما بيطلعش، فاحنا بنبقى متاكدين من تحليل السي بيبتايد. اشكركم وتحياتي ليكم.